عشان ارجع للمنافسه طبعا محتاجه وقت كبير جدا، خاصه يعني لو بتتكلم على مثلا حرس الحدود. السنه اللي فاتت انا كنت مع وادي دجله والفريق توليت مسؤوليته وهو كان بيعاني من النزول للدرجه الادنى، كذلك برضو السنه اللي قبلها السنه اللي فاتت كانت حرس الحدود، السنه اللي قبلها كان وادي دجله، السنه اللي فاتت الموسم اللي فات ده كان حرس الحدود، برضو توليت المسؤوليه بعد بدايه الموسم مع سلسله اخفاقات، والحمد لله في السنتين انا يعني بعتبر ان حققت بطولتين، بطوله لوادي دجله ببقائه، بطوله الحرس الحدود ببقائه في الدوري الممتاز، بعد ما كان كله بيراهن ان الحرس والوادي دجله هينزلوا للدرجه الادنى. عشان يرجع حرس الحدود لو بنتكلم بصفه خاصه ان ينافس على بطوله الدوري زي ما كان 2010 وانا سايبه هو في المركز الاول، وزي ما اتحقق معاه ثلاث بطولات، بطولتين كاس وبطوله سوبر، محتاجه بعض الوقت للفريق، محتاجه استمراريه مع الفريق، استقرار فني، دعم، استخدام بعض اللاعبين ذو الخبرات الجيده، الكواليتي بتاعهم بيبقى اعلى شويه، لان انت بتصطدم طبعا بسقف التعاقدات بتاعك برده مش عالي عشان يقدر يجيب لك لعيب جيد تستطيع انك ينقل الفرقه. فانت بتكتشف اللاعبين، بتتعب معاهم، زي مثلا امام كده ما اكتشفته وبعد كده اضطريت انك تبيعه عشان تقدر تصرف على الفريق بشكل كبير جدا. كل معلوم يعني ان حرس الحدود ليه ميزانيه محدده وبنتعامل مع هذه الميزانيه بشكل جيد، وان شاء الله السنه دي اتمنى ان احنا نكون افضل من السنه اللي فاتت. انا مش عايز اتوقع يعني، لكن السنه دي ان شاء الله تكون مختلفه تماما. يعني بدايه من مش هنكرر ان شاء الله تجربه ان احنا نستنى للاخر عشان نستنى في الدوري الممتاز، لان دي كانت تجربه مريره جدا وصعبه جدا، وكانت على اعصابنا وعلى تركيزنا، خدت مننا مجهود كبير جدا يعني، وكان الحرس قاب قوسين بالنزول. احنا مش عاوزين نكرر الكلام ده على اساس ان احنا من بدري ان شاء الله باذن الله نعود مره اخرى. اذا احنا استطعنا ان احنا نحسن نتائجنا انا باكد لك ان الحرس ان شاء الله هيكون في منطقه جيده جدا في الدوري هذا الموسم. والله احنا جبنا مجموعه لاعبين جيدين يعني السنه دي، اتمنى ان هم يكونوا في مستوى جيد. في ولد ناشئ طالع زيه زي امام كده اسمه علي الزهري، من اللعيبه اللي احنا بنراهن عليها، على الرغم ان هو جاي لنا اعاره من طلائع الجيش، لكن لعيب جيد جدا جدا واعد. عندنا احنا جبنا مجموعه خبرات بنستطيع نعتمد عليها، زي الحلواني، زي مارسيلو، زي فيليكس، زي مصطفى جمال، دي مجموعه ان احنا بنحاول نعتمد عليها، زي همام جبناه من النجوم، زي شرويده جبناه من النجوم، دول المجموعه يمكن الابرز. مش عاوز انسى حد من اللاعبين، مجموعه من المحترفين ان شاء الله يكونوا برضو جيدين. ابراهيم اكونين من السنه اللي فاتت، السنه دي عامل معانا بدايه موسم جيده جدا. توني جبناه من فاركو، برضو من اللعيبه الجيده جدا. نانا جبناه لعيب محترف من غانا، ان شاء الله كمان يبقى اضافه قويه جدا. جاتوش لاعب الجونه اللي كان بيلعب ديفندر، ان شاء الله برضو يبقى قوي جدا. يعني عملنا بعض التدعيمات الجيده، ان شاء الله انا براهن على التيم ككل هو يبقى رقم واحد. لا انا راضي تماما عن الصفقات، كلهم لعيبه مجتهده. مش عاوز انسى شطه، مش عاوز انسى اسامه، مش عاوز انسى محمد حمدي الشيخ برضو من الاضافات اللي احنا ضفناهم. يعني انا راضي تماما عن المجموعه، راعينا فيها عامل الخبره وراعينا عامل السن وراعينا ان احنا ميكسين بين الشباب والخبرات، يمكن ده كنا مفتقدينه السنه اللي فاتت. والله يا احمد يعني الامانه كنت اتمنى ان هو يعني يفضل معانا وينجح الامانه، لكن احمد محتاج مجهود كبير جدا على الصعيد الشخصي ان هو يرجع لنا بقى. يعني انا احمد بحبه، من اللعيبه اللي انا مرنتها وانا مستخسره في الفتره ديت ما يكونش متواجد مع الفريق، لكن محتاج مجهود كبير جدا على الصعيد الشخصي هو اللي يبدا.